القدي ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نعثي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هدية موصلة مقبولة منا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رضاك ورضاه يا رب العالمين. اللهم آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة الشفاعة ولا تهرمنا رؤيته وأوردنا هوله المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلى حضرات الأصحاب البدريين والهذيين والخندقيين والطبوقيين والخيبريين وبقية الصحابة والصحابيات والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حضرة كتب الأقطاب غوث العالم عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة الشيخ الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة الشيخ أحمد البدوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة مولى الدبيلة سيد ألوي المنبرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة كتب الزمان سيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة مالك بن دينار القرشي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا كلهم عامة. وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن جنهم وإنسهم وذكر وأنثى كلهم أجمعين. وإلى حضرات خواص عباد الله المدفونين في هذه البلدة. وإلى حضرات جميع أهل الخير كلهم أجمعين. وإلى حضرات أبي وجدي وجميع قاربي جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم افض علينا من فيولاتهم واهمنا بحمايتهم وانفعنا بعلومهم وأبدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بهكهم وبجاههم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا مع الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بهكهم وبجاههم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا وقل هوائجنا واشفنا من سائر الأمراض يا شافي المرضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا وأقاربنا وأساتذنا وجيراننا ومحبينا ومعيننا ومطعمنا وموصينا بالدعاء من كل مهنة وفتنة وشدة وبلية ووسوسة وزلزلة ومسخنة وعداوة وشماتة ودين وعين وسهر وإلا وذلة وقلة وفضيحة وفقر وفاقة وفجاءة الموت وسوء الخاتمة وعذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.